النهارده دكتور خالد ليون استاذ امراض القلب بالمعهد القومي للقلب. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا ليلى. مشرفنا كل سنه. ثانك يو. كل سنه وانت طيبه. ميرسي قوي قوي على الانترودكشن. كنت عايزه اعرف يعني مبدئيا هل عضله القلب الضعيفه ممكن تتحسن تاني وايه الجديد اللي فعلك؟ الحقيقه ليلى السؤال ده سؤال مهم قوي وسؤال مهم المرضى الهبوط عضله القلب بالذات الهبوط الاحتقاني لعضله القلب لانه لسنوات طويله ما كانش عندنا الكثير لنقدمه. كان في حاجات تتقدم وادويه تتقدم اكثرها مدرات البول لكن حاليا في ادويه جديده استخدمت مع مرضى احتشاء عضلة القلب وضعف عضلة القلب الناتج عن جلطات أو حتى ضعف عضلة القلب اللي ملهوش سبب واضح اللي بنسميه dilated cardiomyopathy دوت، والتاني اللي هو نتيجة قصور شرايين القلب ما بعد الجلطة أو نتيجة ضغط عالي لفترة طويلة وعضلة القلب ابتدت تتضخم وتضعف. في أدوية جديدة يا ليلى ابتدت توجد في السوق المصري والحقيقة مدية رجاء شديد جدا لمرضى هبوط عضلة القلب، والدواء الجديد دوت اللي هو نزل اللي هو الفالسارتن نابرولايسن كومبينيشن لما بيتاخد بالجرعات المظبوطة وفي الوقت الصح بيحسن أداء عضلة القلب بصورة حلوة قوي، بيحسن المسافة اللي المريض يقدر يمشيها، بيحسن حتى الأكتيفيتي بتاعته وحياته وأنه ينبسط بعيشته مع عيلته مع شغله كده، وبيقلل الدخول للمستشفى كتير لأن بقى المرضى دول بتوع هبوط عضلة القلب كثيرا ما بيدخلوا الرعاية المركزة نظرا لأنه المية بتتكون تاني والضعف بيزيد شوية في عضلة القلب. ده رجاء حلو قوي يا ليلى لمرضى ضعف عضلة القلب. اوكي، ازاي نقلل خطر الاصابه عموما بامراض القلب؟ ده سؤال مهم قوي لانه لو الوقايه خير من العلاج دي حقيقه. الاسباب بتاعه مشاكل القلب ان جنرال مرتبطه بالتدخين، مرتبطه بالضغط العالي ضغط الدم المرتفع، مرتبطه بالسكر المرتفع، مرتبطة بالكوليسترول المرتفع، مرتبطة باللايف ستايل اللي مليان بستريس ومفهوش الواحد مش لاحق ياخد نفسه، مش لاحق يعيش حياته بصورة فيها جانب بيقضيه في الرياضة أو المشي أو غيره، فطول النهار من الشغل للبيت للأسانسير للعربية الحركة ليميتد جدا، فمع الوقت بيبتدي يحصل تراكم للعوامل ديت على شرايين القلب. مجرد ما الإنسان بيدرك إنه هو في ضغط عالي أو كوليسترول عالي أو سكر عالي أو أي حد مدخن أو حد ابتدى يشعر بأعراض نهجان أو ألم في منطقة الصدر أو ضربات قلب ملخبطة أو تورم في الرجلين أو الوش، الأعراض دي كلها بتقول لنا أنت محتاج تروح تزور دكتور القلب بتاعك عشان نشوف أنت فين من المشاكل دي عشان نقي نفسنا منها من بدري، نكتشف المرض الموجود نعالجه بدري وبالتالي نستفاد من أنه ما يجيش بقى قصور شرايين وما يجيش ضعف في عضلة القلب وما يجيش انسداد في الشرايين نحتاجش نعمل جراحات قلب مفتوح أو دعامات أو غيره. فالمشي نص ساعة يومياً، الامتناع عن التدخين، ضبط الضغط العالي، ضبط الكوليسترول، ضبط السكر، زيارة الطبيب بتاعي من كل 6 أشهر أو سنة هيساعدني جداً يعمل regular check-up زي ما بعمل check-up للعربية، يعني أعمل check-up للعربية ما عملش check-up لجسمي. في حاجات كده محتاجة تعاد التفكير فيها الآن. صح، تمام. الدعامات الجديد فيها فوائدها؟ سؤال حلو قوي لانه الحقيقه في السنوات الاخيره دي عدد الناس اللي استفادوا من دعامات القلب بالذات الدعامات المعالجه دوائيا، الدعامات اللي بنسميها الدعامه الذكيه او الدعامه اللي ما تحتاجش ادويه سيوله فتره طويله، فالعيان لو كبير في السن او عنده سكر او عنده مثلا نزيف على العينين او عنده مشاكل اخرى بتستدعي ان احنا نوقف بسرعه الاسبرين والبلافيكس او الاسبرين والبريليك اللي بياخده،
دول المرضى اللي ليلى بنحتاج ان احنا نركب لهم دعامه جديده مخصوصه في خلال شهر نقدر نوقف تماما الادويه دي، ولو كان عنده جراحه حتى بعد كده لاي سبب بروستاتا اي جراحه تانية يقدر يروح للجراحه التانية واحنا شايلين ده واحنا مطمئنين على قلبه تماما. الدعامات دي قدمت لنا فرصه ان احنا نسيف لايفز، يعني احنا عندنا حتى برنامج كبير قوي اسمه ستنت فور لايف. ستنت دي بتسيف لايفز، بتخلص الانسان من الموت بصوره او باخرى، بتساعدنا ان احنا نعيش حياه افضل. وما هيش بريدج للسيرش، انا مش بعمل دعامات عشان نستنى امتى الجراحه الحقيقه، لا، ان دلوقتي في طلعت لنا الدراسات حتى في الجزء الرئيسي الشمال بتاع القلب، الدراستين اللي طلعوا جداد على الدعامات اللي في الجزء الرئيسي الشمال بتوع القلب بيقولوا ان هم مساوين تماما لجراحه القلب المفتوح. فاحنا عندنا النهارده تقدم كبير في الدعامات، نقدر نساعد عدد من الناس اللي كنا بنبعتهم للجراحه زمان عشان يفتحوا صدرهم ويعملوا توصيل الشرايين تجاه، لا، نقدر نساعدهم عن طريق القسطره القلبيه بصوره كافيه. كمان الناس اللي جايين بوجع في صدرهم وجلطه في القلب، العلاج الأولي النهاردة أني أفتح الشريان خلال ساعتين. عشان كده مهم جدا المريض اللي يشعر بألم في صدره، عرق، إحساس بالترجيع أو ترجيع، ما أقولش لا ده شوية برد على الصدر، لا ده معدتي تعبانة، ده أنا واخد طراوة، مش عارف الكلام اللي بيتقال دوت، لا، احتاج أتوجه على طول المستشفى، أعمل رسم قلب وأشوف إنزيمات القلب شكلها إيه، لو في مشكلة فورا أخش على القسطرة، نقدر نسيفهم من انه يحصل هبوط في عضله القلب. لانه يا ليلى العيان اللي بيجي في الميعاد الصح في خلال ساعتين من الحدوث الاعراض دي وبيتحط له الدعامه، قلبه بيحتفظ بقوه العضله، فمش احنا مش بعد كده مش هنعالج من هبوط عضله قلب وتتغير حياه الانسان تمام. لازم الناس تلحق بسرعه تعرف الاعراض وتيجي بسرعه ويبقى فيه وعي عشان نلحق ما نفقدش عضله القلب. مرسي جدا لحضرتك يا دكتور، بجد تشرفنا بالحضور. Thank you very much يا ليلى، مرسي قوي قوي.